اهلا بكم. واحده من اكثر الفرحات في عمر اي انسان انه يعمل تجميل لاسنانه. تعالوا نرحب بضيف العزيز النهارده اللي بسعد جدا بلقائي معاه، وبيبقى حوار دايما مش شرط يكون يعني في تفاصيل قوي علميه، ساعات بيبقى في تفاصيل علميه بس ليها بعد نفسي، ليها بعد عقلي في ازاي اعمل الخطه العلاجيه. النهارده ضيف العزيز واحد من نجوم عالم طب الاسنان الاستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زماله تجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو الجمعيات الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بيك يا دكتور. قبل ما ادخل في حوارنا النهارده عايزك تقول لي فرح، يعني اشرح لي كده احساس الدكتور السنان بعد ما ينجز عمل وليكن تجميل مثلا، والست جايه او البنت جايه وبتجرب الابتسامه وفرحتها والرياكشن والانتر اكشن بينكم ببعض. انت دايما فرحتك من المريض. والله انا لو ينفع اصور فيديو اليوم كده في العياده واعرضه على الشاشه هعمل كده، يعني لو خصيت المريض والله العظيم يا دكتور احنا ساعات بيجي لي عين بتعيط، يعني بتبقى داخله في الاول بتعيط ان هي اتعمل لها شغل غلط او بتعيط ان هي حاسه ان هي مش عارفه ترجع للحياه، مش عارفه تفتح، حصل لها مشكله، حصل لها حادثه لا قدر الله، سنه ضاعت، تقول لي ضحكتي راحت، انا مش عارفه اتصور، بحط ايدي على بقي، انا 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 شكاوي بقى، مش عارف اخد، مفيش ثقه في النفس، مش عارفه اتصور، مش عارفه اعمل، مش عارفه اشتغل، حاجات كتير قوي، وهي بتعيط لما تشوف شكل اسنانها بعد من الفرحه. انا هي دي بقى بالنسبه لي ولا بقى شغل ولا اي حاجه في الدنيا بتساوي الفرحه دي بجد والله. فرحه انك تشوف عيان بيبكي ان هو يعني انت فاهم هو بيشكرك قد ايه، او انت شايف انت غيرت حياه انسان ازاي، بالذات في التجميل والزراعه والبرانشز الكبيره اللي هي بتغير فعلا حياه بني ادم دي. انا عايز اقول لك في مريضه عندي كانت يعني قعدت شهر تقريبا شهرين كل يوم بتبعت لي صورتها تقول لي انا بضحك انا بضحك، ربنا يبارك لك انا بضحك انا بضحك، تبعت صورتها بتضحك والله العظيم بجد. لا يعني لا، فرحه المريض دي بالذات لو انت عملت له شغل مظبوط وانت راضي عنه 100%، مش شغل حلو وخلاص او شكله حلو وخلاص، دي بالدنيا كلها. تعالى طيب النهارده بقى لقاء من اسخن الحلقات، عنوانه الجراه والصراحه المطلقه وكشف المستور. كشف المستور ده عنوان مهم جدا، فعشان نبدا بكشف المستور لازم نبدا من منطقه الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هقول لك المعتقد والجمله اللي في دماغ الناس وتقول لي صح ولا غلط، ابيض ولا اسود. انت عارف طبعا الابيض والاسود والرمادي. الدكتور خبره، الدكتور يشتغل باي حاجه، وزي ما بيقولوا الشطره تغزل باي حاجه. فما تقوليش بقى تقنيات حديثه والكلام الانجليزي اللي انتوا بتقولوه ده كانت كام وبتاع الكلام ده كله، يعني زي ما بيقولوا ايه بتاع الدكاتره يعني الطيبين يعني اللي معاهم فلوس. صح. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اسود جدا. اسود جدا جدا. مهما كانت شطارتك وانت مش تحت ايدك احدث تكنولوجي في العالم هتؤدي نتائج مؤسفه. شطارتك، وعايز اقول لك على حاجه، لو معاك احدث اجهزه في العالم وانت ما عندكش الخبره برضو هتؤدي لاسوء نتائج في العالم، دي تضر اكتر. تمام. الفكرة ان هو الدكتور ده دكتور العيله عظيم بقاله بيعالجنا بقاله 40 50 سنه، ده ايده بلسم، فين يعني تحت ايده ايه التكنولوجي اللي تحت ايده؟ بالعكس طب الاسنان من الحاجات اللي بتجري كل يوم يا دكتور، انت ما بتلحقش تابديت او تطور اجهزتك يوميا، مش زي حتى الطب البشري في القصه دي. انت عارف عندنا الاجهزه، حضرتك ادرى كمان بالموضوع ده، احنا عندنا اجهزه بتنزل كل يوم. انت لو مش ابديتد كل يوم وانت مش جاهز ان انت تنزل عندك احدث اجهزه كل يوم، انت مش هتعرف تواكب، مش هتعرف تطلع احسن نتائج، مش هتعرف تطلع احسن ريزلتس. وفي نفس الوقت خد بالك من دي مهمه قوي، لو عندك احدث اجهزه وانت مش مدرب عليها كويس وانت مش عندك اكسبيرينس كفايه انت هتضر. لو انت عندك، خد بقى دي اوحش كمان بقى، دي اوحش حاجه بالنسبه لي، يعني انت ممكن ما يبقاش عندك القدره ان انت يبقى عندك احدث اجهزه، ممكن يبقاش عندك القدره انك توصل لاعلى شهادات او توصل لاعلى علم، هعذرك تمام، هتشتغل حالات على قدك. لو انت عندك ده وعندك ده واستسهلت هي دي الوحشه. يعني انا عندي خبره جامده جدا وعندي اجهزه احدث اجهزه في العالم، فانا مش هركز قوي في ان انا بعمله او مش هعتبر الحاله الداخليه دي كانها اول حاله هشتغلها في حياتي، ده هيضر. فمش بس اجهزه ومش بس عوامل كتير قوي اهمها الضمير. طب هنا مثلا يعني هل ده
الصورة دي بتوريني دي دكتور شاطر جدا عنده خبرة عظيمة، عمل أحسن تحضير للأسنان في العالم. مش هقول لك بقى مسيبك من اللي تحت الأسنان، بس عمل أحدث، شوف أنا معاك للآخر، هو عمل أحدث وأحسن، مش أحدث، هو عمل أحسن تحضير زي ما الكتاب بيقول، وخد المقاسات بتاعته عشان يعمل التركيبات، بس ما عندوش تكنولوجي او ما عندوش احدث اجهزه تطلع له احسن تركيبات او احسن شكل التركيبات، ما عندوش جهاز بيعمل له سمايل ديزاين او تصميم للابتسامه وتحليل للابتسامه وسمايل اناليسز وي 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 وي، ما عندوش احدث تكنولوجي هتوفر له احدث خامات موجوده دلوقتي في العالم هتطلع له احسن حاجه شكلها طبيعي، فطلع المنظر الصوره اللي فوق دي. بس التحضير اللي تحتيها ايه؟ ما شاء الله زي ما الكتاب بيقول، بس في الاخر الريزلت ايه؟ طب ليه ما تعملش الاثنين؟ ليه ما تعملش احدث، تجيب احدث تكنولوجي وتعمل احسن تحضير في الدنيا عشان تطلع احسن نتيجه في الدنيا للمريض بتاعك. فده فرق بين الصوره الاولى والثانيه، فرق بين ان انت ازاي تغير شكل المريض بخبرتك وبالاجهزه اللي عندك. يعني لازم يبقى سواق شاطر قوي وعربيه حديثه قوي. بالظبط، انت سواق شاطر جدا وسايق عربيه موديل 55 هتتعبك، موتورها 10 سي سي مش هتوصل. بالظبط، هتشقى وهتبهدل الناس اللي معاك. الناس اللي معاك دي هو المريض اللي انت عايز توصله في المكان اللي هو عايز يروح او الشكل اللي هو عايز يروح او النتيجه اللي هو عايز يوصل لها. السؤال الثاني، كتير من الناس عندها فكره يا عم دي سنه سنان هتعمل ايه يعني في جسمي، يعني انا سايبها بايظه، هي فيها عصب بايظ، فيها تساؤل، فيها كوارث، ما تقوليش ان جسمي هينضر، يعني ابيض ولا اسود؟ اسود طبعا. انا اللي اقدر اقول لك اسود طبعا. انفكتيف اندوكاردايتس، انت لو عندك بكتيريا موجوده في العصب، بكتيريا موجوده في 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 جوه في العظم الفك، في خراج عامل مشكله في 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 في، انت دي تديك لو البكتيريا دي، وحضرتك ممكن تشرح دي احسن مني كمان، لو البكتيريا دي مشت في السيركيوليشن او في الدوره الدمويه بتاع جسمك تخش على القلب تعمل لك اندوكاردايتس. تدخل على الصمام. انا بقول لك حاجه بسيطه جدا، صمام القلب تعمل فيه كتلة بكتيرية فوق الصمام، صح، تبقى كارثة. تعرف لو مغير صمام تبقى كارثة كبيرة جدا، لان لو عامل صمام معدني الانفكتيف اندوكاردايتس على صمام معدني ده انديكيتد اوبن هارت سيرجن، افتح ولازم يشيل الصمام المعدني ده ارميه واجي اركب صمام تاني، ملاش حل تاني. وممكن بقى بشوف استهتارك بايه، بسنة عملت لك مشكلة في القلب، استهتارك بسنة بهدلت لك، اثرت على السكر عندك وزودت معدل السكر لان الجسم بيحاول يعالج نفسه وبيحاول يعمل هيلينج وي 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 وي، انت بوقعت السنه فالعظم اتاكل، انت دخل لك مشكله في الساينس، مشكله بتحصل في الجيب الانفي بسبب بكتيريا او حاجه موجوده في العظم، مشاكل كتير قوي لو قعدت بتساعد بتاثر على الجيب الانفي وبتاثر على منغيرك وبتاثر على عينيك وبتاثر على ودانك وعلى الاذن الوسطى بسبب وجع في الاسنان او مشكله في مفصل الفك. فانت استهتارك بسنه او استهتارك بحاجه صغيره مش هقول لك مشاكل كتير. لو انت ما عندكش اسنان خلفيه مش مهم يا عم ده درسين ورا واحد هنا وواحد هنا، مش هيأثروا في حاجه، مش باينين، انت مش هتمضغ كويس، مش هتاكل كويس، مش هيحصل لك بعد فتره هيحصل مشكله في مفصل الفك، الاكل مش هيتهضم كويس، ده عمل لك مشاكل تانية اكبر بكتير. انت ما فيش حاجه في جسم الانسان مش منفذه على حاجه تانية. الطب كله دي شبكة، الأعصاب دي كلها شبكة، الأوعية الدموية دي كلها في الآخر بتلف وبتوصل للقلب. مش عايز أخش في تفاصيل طبية معقدة قوي، بس لا دي نتورك كبيرة قوي. السؤال اللي جاي بعد كده سؤال مهم، يقول العيان أو عيلته أو شلته أو صاحبه يقول له هتروح تزرع سنان، مش لازم بقى تعمل لي أشعة مقطعية، اعمل أشعة بالرمو والأمور هتمشي والدكتور هيعرف يظبطها لك، يعني مش شرط تدفع فلوس في اشعه مقطعيه. المعتقد ده ابيض ولا اسود ولا مادي؟ ده احنا كنا ساعات بنعملها، ده اسود طبعا يعني، بس كنا ساعات بنعملها زمان في التسعينات وفي اوائل والله في التسعينات كمان في الثمانينات مثلا كانوا بيعملوا القصه دي، ما كانش فيه التكنولوجي 3 دي دي، كانوا بيعملوا او الاشعه المقطعيه كانوا بيشتغلوا على اشعه بانوراما. كنت بشوف دكاتره زمان كبار كبار قوي في السن كان بيعمل ايه، والله العظيم قسم بالله ده بيحصل، بيعرف البتاع بتاعه الاشعه الجهاز الابيض بتاع الاشعه اللمبه بتاعه الاشعه دي، بيقوم جايب اشعه بانوراما دكتور جراح، يقوم حاطط عليها الاشعه كده ويقوم منوره، يقوم جايب مسطره بتاعه المكتبه يقيس، يقول لك طول العظم اكتب يا ابني طول العظم 8 ملي، هات لي زرعه 7 ملي، يفتح الدرج بتاع زرعه 7 ملي، يقوم داخل حاطط زرعه، والله العظيم قسم بالله دي انا شفتها بعيني. انت بتعمل ايه؟
مستحيل. انت بتهين العيان مش بتضره، انت بتهين العيان، انت وصلت مرحله الاهانه، انت بتهين نفسك وبتهين العيان. والله بجد ما ازعلش من كلامي بس ده بجد ده بيحصل، وانا بشوف عليا. انت عشان تعمل حاله زي اللي عرضها لحضرتك دلوقتي دي، انت طب انت ازاي تحط ده؟ احنا بنتكلم ده، احنا وصلنا لمرحله من الجنان بالعلم، ان انا اقول لك لو احط لك مثلا 6 زرعات، الزرعه دي موزل، الزرعه دي موزل، الزرعه دي موزل، الزرعه دي ما ينفعش تبقى مايله درجتين او 3 درجات زياده عشان التركيبات النهائيه على الفريم اللي احنا هنعمله. وصلنا لتفاصيل طبيه معقده جدا وتكنولوجي عاليه جدا تفيد المريض، يعني مش هتفيدني، هتفيد المريض، تمام؟ فانت تقول لي تحط الزرعه بمسطره وعلى اشعه بانوراما؟ مستحيل طبعا. ده احنا وصلنا ان احنا ما بنثقش في الاشعه المقطعيه بنعمل لها جايد عشان نحط بيه الزرعه، يعني ده احنا وصلنا لحته مرعبه في العلم دلوقتي، ويعني دخلت مصر وبنشتغل بيها اوريدي احنا دلوقتي، ان انا مش بس اشعه مقطعيه، ده انا بعمل جايد عشان احط لك بيه الزرعه. جايد ده هيخليني بخش مش بثق بس في الاشعه المقطعيه، انا مش بثق في نفسي، مش بثق في الدكتور نفسه جاي، ان هو ممكن ايده تلف، انا عايز احط الزرعه في المنطقه دي كده بالزاويه دي. معلش انا بشرح بتفاصيل شويه بس دي مهمه قوي. الزرعه عايزها تبقى في الاخر في العظم كده، مش عايزها كده، مش عايزها كده، انا عايزها كده. شفت الفرق ايه؟ درجه. فانا عشان اخش دي بايدي، طب انا ممكن ايدي غصب عني، ما انا بشر، ممكن ايدي تلف درجه انا عمري ما احسها اصلا. لا، ده انت جايد هيوصلك على الاشعه المقطعيه ان احط الزرعه في المكان ده بالظبط. احنا وصلنا لحته معقده جدا في الزراعه دي بالذات او في الاشعات دي بالذات. ده احنا حشو العصب بنحتاج له حاجه، نوع من انواع الاشعات المقطعيه، عشان اتاكد ان الدرس ما فيهوش اكسسوري كانالز، ما فيهوش قنوات فرعيه، ما فيهوش مش عارف ايه، متاكد ان انا داخل منظف كويس جدا. لا يعني التكنولوجي مهمه قوي يا دكتور، مهمه قوي 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 قوي. ما عادش خلاص، ما عادش فيه الكلام ده، واللي بيشتغل لغايه دلوقتي بالطريقه دي ده بيظلم نفسه قبل ما بيظلم المريض. سؤال بقى يعني الجاي ده سؤال برضو مهم قوي وله قصه يعني. فقط انا بكلمك كان انا مريض يعني، فقدت سنه مش باينه، هروح ازرعها مش دلوقتي، لما افضى، لما اخلص اجازه الصيف، لما يعني اخلص ورايا شويه حركات كده، هيحصل ايه يعني؟ الفكر ده ابيض ولا اسود؟ بنشوفها ساعات اسود طبعا، بنشوفها ساعات ما بيبقاش مدرك. بس عايز اقول لك قل الكلام ده، قل مؤخرا يعني، مؤخرا بقى لنا كام سنه الكلام ده قل، الناس بقت اوير والناس بقى عندها وعي بقصه تعويض الاسنان المفقوده. هو مش درس وخلاص، انت لو فقدت الدرس ده بدري، انت عظم الفك ده هيتاكل، الاسنان هتبتدي يحصل لها دريفتنج، او الاسنان بتبتدي تميل عشان تقفل المكان ده، فتعويضه هيبقى صعب جدا، وهيبقى الكراون مش بحجمه الطبيعي. يعني مثلا ودي مهمه قوي، هقول لك ليه مهمه، ممكن ما يبقاش حد تطرق لها قبل كده. انا عندي الدرس ده اتفقد، فانا الدرسين اللي قبله وبعده هيضموا شويه كده، فيقول لك مش مشكله لسه ما قفلوش قوي، مثلا بقى مثلا عشان تقفل كده تاخد 6 شهور، فهو جالي بعد 2 شهر فهي قفلت حته صغيره، فيقول لك الكراون خلاص مشكله، اعمل له مثلا درس بس درس صغير شويه مكان على قد المكان. هو مش معوضتش درس وخلاص، انت بتعوض درس وخلاص، احنا بنعوض هارموني، بنعوض بالانس بتاع عضه، بنعوض مفصل فك، بنعوض حاجات كتير قوي بالدرس الواحد ده. يعني ما هو كان ربنا خلقنا من غيره الدرس ده مش مهم. ليه ربنا خلقنا سبحانه وتعالى بالدرس ده؟ ليه خلق حجمه كده؟ ليه خلقه مثلا عرضه 10 ملي مش 8 ملي؟ ما هو مش 10 ملي وخلاص، يعني ما فيش حاجه معموله هباء سبحانه وتعالى، هي معموله 10 ملي عشان هو لازم يبقى 10 ملي، مخلوق في التعريجه دي ولازم ترجعها التعريجه دي، مش سنه مثلا يقول لك بعالي ما يقوم موطيه يقوم مسفلته كده وخلي الدرس درس هو فلات. كان ربنا خلقه فلات وبقت الدنيا جميل، ليه في التعريج دي؟ لازم ترجع التعريج دي بالظبط، عشان هو لازم التعريجه دي تخبط في التعريجه اللي تحت دي، وانت بتعض في النقطه دي بالذات، مش في الحته، في النقطه دي بالذات، عشان ترد في مفصل الفك، فتاثر على الاربطه اللي ماسكه السنه بطريقه معينه. معلش انا بدخلك في تفاصيل طبيه شويه، بس كل ده ليه؟ انت عشان نعوض ده، ده علم قوي جدا، لازم تدرس اوكلوجن، بتدرس عضه، بتدرس حجم السنه، بتعوضه ازاي، الاطباق بتاع الاوكلوجن هو الاطباق، علم الاطباق ده ده ده, ده شباتر وناس بتحضر فيه ماجستير علم الاطباق ده، انت ازاي رسالتك في علم الاطباق، انت ازاي ترجع مريض للاطباق بتاعه السليم. فهي مش درس وخلاص ومش سنه وخلاص، انا عايز اعوض السنه دي في المكان ده بالحجم ده بالكرايتيريا دي، بتعض في الحته دي عشان انت في الاخر تعض مظبوط جدا، وفي الاخر ما ياثرش بعد كام سنه على مفصل فكك. ممكن بعد ما كام سنه انت ما تبقاش عارف ان ده سبب الدرس اللي انت عوضته من 10 سنين او من 3 سنين او من سنتين، مش تبقى عارف. بس فعشان كده بقول للناس التخصص التخصص التخصص، اهميه مراعاه كل تفاصيل الحاله لازم تراعيها كويس جدا وانت شغال. طيب تعال نروح للمستوى الثاني في الحوار، وده مستوى اكثر قسوه
واكثر يعني زي ما بيقولوا صداميه في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ بص يا جماعه، انا هكون شويه مش محايد في الكلام اللي هقوله ده. تطلع مثلا موضه معينه، في موضات معينه مش اسمها موضه، اسمها تصرف معين. انا شايف انه ما ينفعش ان احنا نمشي وراء هذا التصرف، وراء هذه الموضه. يعني مثلا في حاجه اسمها عروض او خصومات، ده ينفع في اللبس، ينفع في الثلاجات، ينفع في الاساس. يطلع فجاه كده انا بنتظر الحاجه، انا ما بشتريش ابدا اي حاجه في حياتي خالص في حياتي الشخصيه الا ما يكون عليها خصومات او عروض. استنى انا مش محتاجها. والله العظيم يعني انا مثلا عايز اشتري وليكن بدله جديده، استنى اشوف المحل اللي عامل العروض ايه والخصومات في البدل. كويس، عايز اشتري تلاجة، استنى اشوف العروض اللي هتنزل على التلاجات، ولما تنزل اروح اشتري التلاجة. في عروض في الطب دلوقتي، في عروض في صحتك. الكلام ده في كل حاجة الا الطب. ما ينفعش الطب يا جماعة يتصنف في الحتة دي. مش غرور مننا ولا تناكة ولا ان احنا لا ما ننفعش، لا الطب ما فيهوش الكلام ده. الطب ما ينفعش لا فيه عروض ولا كلمة خصومات. عندك فرصة ان انت تستغني عن جزء من ربحك اعمله لو انت تقدر تعمل كده، بس بتقولش تحت عنوان خصومات. ما تقولش عايز تقف جنب حد، ياريت، ولازم يكون ليك شغل لله، لازم يكون في نسبة كده من شغلك لله ثابتة يومية بقى تعملها شهرية زي ما انت عايز يا باشا. انا بقول للزملاء كده، لكن ما تقوليش تحت عنوان كلمة اصل احنا عاملين خصومات او عروض، ده بيقلل من قيمة الطب واهانة للحاجة الطبية. انت متفق معايا ولا مختلف؟ في حاجه اسمها عرض على صحتك او عرض على الطب مش حلوه، مش حلوه مش شيك ومش يعني انا مفيش عروض. عروض ايه يعني؟ ايه عرض؟ الناس بتسال هكذا قليل قوي بس يعني فاهم، لما الناس عايز هو مفيش عرض مثلا، مش عاملين عرض عشان شم النسيم والله العظيم، او مش عرض مثلا عشان رمضان. عروض ايه يعني؟ انا ببيع لك ايه عشان اعمل لك عليها عرض؟ طب بلاش تفكر فيها، طب خلي المريض يفكر فيها من ناحيه ثانيه. انا مثلا حاجه مثلا هي تكلفتها مثلا على الدكتور، او هي مثلا تكلفتها بتتعمل مثلا ب 10 جنيه لما انا اعمل لك ب 5 جنيه انا وفرت في ايه؟ اكيد ما تفكر اكيد في الماتيريال. وبعدين خد بالك من حاجه برضه يا دكتور، عشان الموضوع ده برضه شائك جدا. فكره ان هو مثلا الزرعه دي الماني او الزرعه دي امريكي، طب ما هو امريكا ده خد بالك من حاجه بقى ما حدش بياخد باله منها قوي او ما حدش بيتطرق لها. خد بالك الزرعه الالماني او الزرعه الامريكي دي، الزرعه الامريكي دي مثلا في منها، عارف فكره يعني بغض النظر عن التشبيه، فكره السيراميك كلك فرز اول فرز ثاني فرز ثالث. أيوة. الزرعات دي فيها كده، ده بجد والله، وبنشوفه ده في المؤتمرات، زي العربيات في المعارض، زي العربيات يعني في زرعه مش معمول لها معالجه سطح مثلا كويس، او مش اوض معقمه قوي، او ما اتعملهاش معالجه سطح باحدث تكنولوجي، او ما اتعملتش بتخرطتش صح بالتيبرنج بتاعها، او رغم انها الماني بس ما هو بيوفر لكل دول العالم. فاهم قصدي؟ فانت الزرعه الالماني اللي عندك دي ب 5 جنيه دي جبتها ازاي؟ والماني او امريكي. فعشان كده بقعد اقول للمريض ده ما تشغلش بالك قوي هي ايه. طبعا اسال، بس قصدي مش هو ده الشغل الشاغل يعني. المهم ان هي تبقى الماني، وانت امريكي، وانت تبقى كوري، المهم ان هي تبقى مش عارف ايه. بس في الاخر ما هو في حاجات غاليه جدا وفرز اول زي ما بيقولوا كده. ف يعني فكره العرض دي فكره مرعبه شويه بالنسبه لي في الطب. انت ممكن زي ما انت قلت توفر جزء من ربحك، ممكن تعمل مش عارف ايه، بس ده ممكن انت تعمله بينك وبين المريض، او مثلا تعمله في صوره ان انت بتعمل مثلا كذا 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 كذا، فاحنا ممكن نتغاضى عن دي. في صور تانية ممكن انت تعملها في عمليه مش عارف ايه. ده طبيعي. بس فكره ان انا اقول انا عندي عرض عشان شم النسيم مش حلو للطب، مؤلمه للدكتور جدا نفسيا، لا مؤلمه للمريض، ولازم انت كمريض تفكر. الطب ارقى من انه يتقال فيه الجمله دي. انت فاهم؟ بشتري بدله دي تنفع في الحاجات التانيه دي، لان احنا واخدين على الكلام ده يعني في البدل في اللبس، مع احترامي طبعا. وخد بالك الكلام ده موجود في مصر بس، يعني في اوروبا وامريكا مفيش حاجه اسمها عرض في الطب. لا يعني لا. تلاقي سيل في المول على البدل وعلى اللبس وعلى الهدوم وعلى الالكترونكس والاجهزه والموبايلات وكده. ده العادي. ده العادي. ماركتنج شركات بيوفر من الماركتنج بتاعه، لا اصل دي حاجات مش صحيه.
بس عمرك ما تشوف بره دكتور يعني الحمد لله سافرنا دول العالم كلها. المهم انا اشوف في المانيا مثلا، في المانيا ان في الدكتور عامل عرض. ما فيش، مستحيل. واخد بالك هم بره بيحبوا العروض جدا، بس طبعا. مش في الطب طبعا، بس هم مره السيل عندهم ده وبلاك فرايدي والحاجات دي مهمه قوي. ما ينفعش في الطب. لا ما ينفعش في الطب نهائي نهائي. ليه صيغ ثانيه؟ ليه تفاصيل ثانيه؟ بس ما ينفعش. واقول لك على حاجه، عملت عرض ماشي، او لما يجي لي حد مثلا يقول لي ده ما يعني، انا اسف ان انا بتطرق للموضوع ده، مش موضوعنا قوي، بس مثلا بعمل دي مثلا ب 5 جنيه ب 10 جنيه، بقول لك ده في دكتور بيعملها ب 5 جنيه، روح له خلاص. واقول لك على حاجه والله العظيم 90% بيرجع تاني، لان هو ابو 5 جنيه ده هيعمل لك المنظر اللي انا ممكن اوريه لحضرتك، هتلاقي النتيجه مرعبه. رحمة التركيبات جاي لي بحاجات زي اللي احنا عرضناها قبل كده، عرضناها في حلقات قبل كده، والنتائج مرعبه، ان هي بتوصلك ان انت ما غلط استخدم لك ماتيريال قليله، الدكتور ما مش تخصصه فتمام الحاله جات له فيلا نشتغلها، الاجهزه اللي عندي مش احدث اجهزه فانا مش فارقه معايا قوي، اللي مش عارف الخامات هوفر له في الخامات، يا عم بدل ما نعمل له كذا نعملها له، وزيركونيا، الزيركونيا نفس الناس بتتكلم عليها دي، الزيركونيا دي في منها الماني وفي منها سويسري وفي منها صيني. الزيركونيا الصيني دي ببلاش، ببلاش بجد يعني، ببلاش. ده في حاجات والله العظيم بتتباع بالكيلو يعني، بلانكات الزيركونيا دي والله العظيم بتتباع بالكيلو، بلانك كبيره دي تطلع لك مثلا 30 كراون، فاهم؟ البلانكاي دي اللي هو قالب يعني، البلانك ده اللي بيخش مكنه الخرطي يطلع لك الكراونز، يطلع منه الكراونز، قالب في المدور بتاعك، بيبقى مدور كده بندخله مكنه الخرطي يطلع منه كراونز، شفته تقيل كده. البلانك ده في منه صيني بيشيله بالكيلو كده منه، فطبيعي يلا اعمل لك عروض، بس عيش بقى وضر الاسنان، وضر الاسنان تحتيها، وضر اللثه، ودمر الدنيا، وبوظ له اربطه، واعمل له واعمل له واعمل له. المريض ده والله العظيم هيدي عليك بعد كده، هيدي عليك فعلا، بدل ما بعد 10 سنين وهو بياكل وهو بيبص في المرايه وربنا يبارك له هيقول يعني ربنا يسامحه. فلا طيب بص بقى، هتقول لي اللي بيعمل نفس الاجراء او الشيء يعني عند اكتر من جهه، اللي بيمشي مثلا انا رايح اعمل زراعه فاعمل نص الاجراء في حته وبعدين اروح انا اعمل في نص حته ثانيه، ده مش هو يعني اللي حصل ده، مش الشخص، ما ممكن المريض يبقى مضطر يعمل كده فعلا. لسه اقول لك لو هو مجبر، بس اللي حصل ده جريمه يعني، متهم ولا جاني ولا جريم؟ هو جنى على نفسه. يعني دايما اقول لك المريض على حق، المريض عمره ما يبقى جاني. طبعا، بس دي هو جاني يعني، دي الحاله الوحيده لو هو بالنسبة لي لو هو اللي اتصرف الاوبشن الاولاني. بس افرض هو مضطر كده، ما وراء بدا، بس الا لو انت مضطر يعني، انت مثلا عملت زراعه وساعات بيجي لي حالات كتير قوي كده، هو كان مسافر بره مصر وعمل الزرعه ومش عارف ايه ومش عارف يرجع تاني، فانا اكمل الزرعه او في الزراعه ممكن، او مثلا عمل التركيبه حضر الاسنان ومش عارف ايه وكده، والاول اختار صح. او اقول لك على حاجه، ممكن الحاله الوحيده اللي صح، اللي صح ما اقول اقول عليه ذكي كمان مش جاني، ذكي وشاطر جدا، لو هو حاسس ان في حاجه غلط بتعملها. يعني ساعات بيجي لي حالات، انا يا دكتور والله دي لسه كانت عندي امبارح، والله دي فعلا حاله كده انا افتكرتها دلوقتي، حضر السنه وخد المقاس عشان يعملوا تركيبه او كراون، المريض قلق حاسس ان في حاجه غلط، مش مرتاح، مش مبسوط، مش عارف ايه، فانا عايزك تبص لي. فبصيت لان مثلا حضرتك السنه متحضره غلط جدا جدا، ومقاس متاخد غلط، وده مستحيل يتاخد لها مقاس بالشكل ده، وي 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 وي. الحمد لله انك مركبتش، الحمد لله ان انت لحقت نفسك قبل ما تعمل كده، ده ذكي، ده لحق نفسه. بس لو انت حاسس ان الدنيا كلها مظبوطه والشغل مظبوط والشغل مظبوط، لا ده مش صح، وده بيرجعنا ان احنا بنريميك وبنعيد حالات كتير والكلام ده كله. اللي بيصدق السؤال اللي جاي بقى، اللي بيصدق بقى المستحضرات الجميله اللي بتطلع على الانترنت، انت لازم مش لازم تروح للدكتور سنان عنوان كده وانت في بيتك، انت دكتور نفسك هبعت لك المستحضر الفلاني يعمل لك تجميل ويعمل لك كل حاجه وتبييض. لسه في ناس بتعمل كده؟ كل حاجه ما اعرفش، انت بتشوف ناس ما اعتقدش انت تشوفهم يعني، بس هل في موجود يعني بيبلغوك ان في ناس بتصدق؟ اكيد في، بس يعني بس ده جاني على نفسه، ده جاني صريح، ده جاني صريح. انت ظلمت نفسك لما بعد كل ده، والوعي والانترنت والتلفزيون وبرنامج زي برنامج حضرتك بيديك الوعي والمقدار الكافي من العلم، وانت برضو ويجيب لك اشطر دكاتره في الدنيا عشان يوصل لك المعلومه صح، وانت برضو تروح تعمل ده، يبقى انت جاني على حاجه زي كده. تعال نشوف بقى الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان موجود، اللي يقول لك لا يا عم ذكاء اصطناعي إيه وبتاع إيه اللي أنتوا بتقولوا عليه دوت، مفيش الكلام ده في أوروبا بس، لكن في مصر ذكاء اصطناعي مين ده اشتغاله يعني،
الكلام بقى ده اللي بيقوله ده بيقول وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم طبعا. لا الذكاء الاصطناعي بص ما دخلش في مصر في كل الاماكن في مصر وما دخلش في مصر في كل العيادات او كل المراكز الكبيره في مصر، بس اوريدي الحمد لله احنا بنشتغل بيه. الذكاء الاصطناعي والاي اي ده دخل في طب الاسنان بشكل مرعب مرعب. انت دلوقتي بتشوف اصلا شفت الروبوتس اللي بتخش تشتغل في بق السنان ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يعني ده لسه كل ده تحت التجربه، بس الاي اي او الذكاء الاصطناعي دخل في بعض تخصصات طب الاسنان من ناحيه التركيبات ومن ناحيه الزراعه وازاي يعمل بلاننج للزرعه وازاي يعمل تشخيص. ده احنا دلوقتي في سوفت ويرز او في برامج عندنا بتحط عليها الاشعه المقطعيه وبتدخل للمريض شويه انبوتس عنه او شويه معلومات عنه ممكن يشخص لك المريض او يساعدك في تشخيص المريض ده في حاجات عمر عينك ما هتشوفها. الذكاء الاصطناعي دخل في حته مرعبه. انا عايز اقول لك في بعض الحالات بتدخله اشعاعات مقطعيه للعظم بتاع المريض. يعني بعد الشر على الناس اللي بتسمعنا، الـ 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 لو حاجه كارسينوجينيك، لو حاجه فيها هتقلب ورم، هتقلب ورم بيعرف. ودي حاجه انت عارف ان هي ما بتتعرفش، يعني ما بتعرفش لما تبان سسبكت يعني. لا هو بيعرف من شكل الخلايا ووصفها التشريحي وي 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 ان الخلايا دي كارسينوجين، الخلايا دي هتقلب قدام، فانت ممكن تعمل كذا، ممكن تشيل الجزء ده، ممكن تعالج الجزء ده، ممكن تعمل مش عارف ايه. الذكاء الاصطناعي دخل في حته مرعبه في طب الاسنان. هو موجود في اوروبا، هو وعلى فكره لسه ما انتشرش بالشكل الرهيب، بس الحمد لله احنا بنشتغل بيه ودخل في بعض الاماكن كتير في مصر. فلا الذكاء الاصطناعي ده والاي اي ده مهم قوي قوي، ودخل في كل الاقسام في الزراعه. دخل في ان هو يقول لك حط الزرعه دي بالمقدار ده بالطول ده بالحجم ده، ما بقتش تحب حتى ان انت تفكر، فاهم؟ هو بيقول لك كل حاجه ممكن تعملها في الحاله قبل ما تخش تشتغلها. ضيف العزيز المبدع دائما الاستاذ الدكتور محمود حشمت صاحب جمعيه تجميل الاسنان من جامعه مانشستر وعضو جمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. نورت الناس الحلوه. شكرا يا دكتور، ميرسي، خليكم مع الناس الحلوه.